السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. يستعد منتخب السنغال الشهير بأسود تيرانغا لمواجهة قوية أمام منتخب غينيا بعد قليل، والتي ستقام على ملعب تشارلز كونان ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم إفريقيا. وتعد هذه المواجهة حاسمة للفريقين، حيث يحتاج أسود تيرانغا إلى الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية لضمان صدارة المجموعة، بينما يسعى منتخب غينيا إلى تحقيق الانتصار والخروج بتعادل للتأهل إلى المراحل القادمة. ويمكن لكل الجزائريين والمغاربة والتونسيين والمصريين والموريتانيين مشاهدة معظم مباريات هذه البطولة مجانا وبجودة عالية على القناة الأرضية الجزائرية.